السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة حالة شفط دهون من الثدي وعمل عملية تسدي على الناحية اليمين وعلى الناحية الشمال، كذلك شفط دهون البطن والجوانب. استأذن حضرتك كده هنلف 90 درجة. لما لفينا 90 درجة في بروز واضح للثدي وللبطن. أسدنك هنلف كده نشوف الظهر برضو واضح. أسأذنك إيديك الاتنين قدامك، أيوه بس خلاص ممتاز جدا، برضو واضح البروز بتاع الجوانب من ورا لبره، من الناحية هنا ومن الناحية هنا. هنشفط إن شاء الله الجزء ده بالكامل ونخلي الجوانب داخلة لجوه. أسأذنك هتلف كمان مرة، تمام ده الشكل بتاعنا قبل العملية. تابعونا كده خطوة بخطوة إن شاء الله لحد ما نشوف الشكل النهائي عامل إزاي. رجعنا لكم تاني، احنا خلاص خلصنا شفط الجوانب والظهر من ورا، الحمد لله شفطنا تقريبا 2 كيلو من الجنبين. زي ما انتم شايفين الجوانب بقت منحوته تماما لجوه، وبقى الكيرف بتاعها لجوه سواء على الناحيه اليمين او على الناحيه الشمال، كل ده من فتحتين اتنين صغيرين خالص. هنقلب ان شاء الله العيان بتاعنا دلوقتي ونشتغل على الصدر والبطن وباقي الجوانب. تابعونا. الحمد لله خلاص احنا خلصنا الحاله بتاعتنا، ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا شفطنا دهون الصدر بالكامل وفتحنا شفط، طلعنا الغدد اللبنيه، شفطنا البطن بالكامل هي بالجوانب، الجوانب بقت خط مستقيم تماما على الناحيه اليمين كذلك على الناحيه الشمال، المستوى بقى مفرود تماما. شفطنا حوالي 6 كيلو عن طريق جهاز المايكرو اير. أتمنى إن الحالة تكون عجبتكم وأشوفكم على خير إن شاء الله.